ثلاث شلالات منار واحد. جيلبر لبنان ان هيفن وذر اوف لبنان، صورة لبنان الحلوة والإيجابية. حبك يا لبنان. أفقى 14 كانون الأول ديسمبر. شلالات أفقى الفوقانية يلي بتتدفق من المغارة. أول شلال يلي بينبع من قلب المغارة. بعطارة. السنة عم نلاحظ انه الشلالات عم تكون كتير قوية، وخاصة بهالفترة انه عم بتكب كميات مطر قوية، بس بذات الوقت ما عم بيكون في تراكم للثلوج، سو كل الماء اللي عم تنزل من الجبال عم بتكمل على الشلالات. فرحلنا